أهلا بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. احتراق 4 خيام للمهجرين بشكل كامل في مخيم قيم بدير حسان شمال إدلب واقتصار الأضرار على الماديات بحسب مراسل حلب اليوم. انطلاق اجتماع عمان التشاوري لبحث الملف السوري بمشاركة وزراء خارجية الأردن والسعودية ومصر والعراق وسلطة الأسد. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعلن تحييد القوات التركية لزعيم تنظيم الدولة أبو الحسن القرشي خلال عملية للاستخبارات التركية في سوريا. سلطة الأسد تفرض على الأهالي في محافظة حماة الحصول على توقيع الفرقة الحزبية للحصول على سلل الأغذية إلى جانب استخراج بيان عائلي وبيان عقاري وبيان من مديرية النقل وأوراق أخرى بحسب موقع بلد نيوز. اعتقالات عشوائية للشبان في مدينة منبج من قبل قوات قسد بهدف سوقهم للتجنيد الإجباري بحسب مراسل حلب اليوم. وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونوروا تؤكد في بيان رفضها إعادة اللاجئين الفلسطينيين السوريين في لبنان إلى سوريا قسراً.